اللاعب مهيمن سليم ملاخة. دخلنا في الوقت المضاف كبدل للضاع وبطاقة صفراء على نياز مغديد نتيجة التدخل الأخير المباشر على اللاعب عمار داخل، وبالفعل تدخل قوي يستحق البطاقة الصفراء. وكرة في الوقت القاتل الآن ثابتة تلعب خطيرة ولكن ممتاز ورائع جدا نياز، التسديد من بعيد ولكن بعيد عن الخشبات الثلاثة. هذه التسديدة القوية جدا من قبل ياثير ولكنها إلى برا الملعب. 4 دقائق فقط يضيفها حكم اللقاء، متبقي ربما 3 دقائق وبعض الثواني على نهاية أحداث هذه المباراة، والنتيجة هي 1-1 بين قصي منير وأحمد صلاح. تلعب الكرة مرة أخرى، راجع الكرة من جديد لصالح نادي القاسم، عالية وطويلة أمامية مرت إلى خارج أرضية الملعب. إلى ماذا حكم اللقاء؟ إلى ركنية لصالح نادي القاسم. كرة ثابتة في الدقيقة الثانية من الدقائق الأربع المضافة كوقت بدل ضائع، والكرة عند علي عصام، هو من سينفذ الكرة الآن، ينتظر ديمبا وبقية أصدقاء داخل منطقة الجزاء. كرة اللعب ولكن الرأسية والكرة تبعد من قبل منتظر عبد السالة. عادت الكرة من مصطفى علي، رأسية ويحاول الآن مهيمن ولكن الكرة مقطوعة. وصلت الآن إلى أحمد نعيم، إلى علي عصام. علي عصام يلعب كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، التحضير موجود والخطورة قائمة والمطالبة بوجود لمسة يد. كثيرا ما طالب ديمبا دياخاتيه في هذه المباراة بوجود لمسة يد وركلة جزاء. نشاهد الإعادة، هناك لمس يد من قبل اللاعب الذي اشترك سيف حاتم في قبل دقائق مكان حارس فلاحة. على العموم مرة أخرى غضب كبير من قبل الكابتن قصي منير على لاعبيه. لم نعتد مشاهدة قصي منير بهذا الغضب لأنه يلعب تحت ضغط كبير، يعلم تماما بأن صعوبة المباريات القادمة ونحن في الأدوار المتأخرة من دورينا. بالتأكيد كرة اللعب الآن والمنافسة من أجل البقاء قوية وشرسة للغاية ما بين عديد الفرق، ما بين فريق الحدود والسماوة والقاسم والكهرباء والطلبة والصناعات والديوانية. شيئا فشيئا هو يقترب هو الآخر من هذا الصراع الكبير من أجل البقاء. تعود الكرة مرة أخرى، هذه آخر الثواني المتبقي على نهاية هذا اللقاء. على ما يبدو أن نتيجة التعادل 1-1 وبالتالي بقاء كل فريق في مكانه. الكهرباء سيبقى في مكانه وكذلك نادي القاسم. والتسديدة من بعيد ولكنها علت العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى. تسديدة جميلة جدا، بقت الأمور على حالها في المركز 17 نادي الكهرباء وسيرتفع إلى 25 نقطة، وفي المركز 18 نادي القاسم برصيد 24 نقطة، وخلفهم يأتي السماء والذي حقق الانتصار على الطلبة يوم أمس. وبالتالي ستستمر الإثارة في دورينا في الجولات القادمة. الكهرباء سيواجه الديوانية والقاسم سيلاقي نفط البصرة. إذن مشاهدينا الكرام انتهت المباراة 1-1 بين الفريقين، إلى أن نلتقيكم في مباراة أخرى عبر شاشة شباب سبورت 1. نترككم في أمان الله وحفظه.